احكي لنا سي ميلوت على جامعه الغرف. شنو هي؟ شنو هي جامعه الغرف؟ هي واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي هما منتخبون في الغرف، والغرف كتجمع ستة الناس. كل غرفة كاين ربعة الغرف، كاين الغرف ديال الغرفة ديال الداخلة، كاين الغرفة ديال أكادير، كاين الغرفة ديال الدار البيضاء، وكاين الغرفة ديال طنجة. الهدف ديالهم؟ الهدف ديالهم يدافعوا على القطاع. علاش؟ بحال القطاع يدافعوا على القطاع. اليوم شنو اللقاء اللي كان؟ القطاع راه حنا قلنا لكم قبيله، حنا تذكرنا على بعض المشاكل. علاش هاد المشاكل؟ المشاكل كاين، المشاكل ماشي ما كاينش. حنا بحال جميع القطاعات، جميع القطاعات فيهم المشاكل وما فيهم المشاكل. غادي تعاود تلاقاو سي بن موسى؟ ما لا بدا ولا بدا، راه ما يمكنش نفكوها دابا خطره وحده. يلا حنا جلسنا ساعه ونقولوا راه المشاكل كلها فضيناها، لا ما يمكنش. حنا ولا بدا نجيو نجلسوا نتلاقاو ونجيبوا ناس اخرين اللي هما كاينين اللي اكثر مني انايا، اللي عندهم الجرأه ولا عندهم المعرفه اكثر مني انا، اجيو يجلسوا يتذكروا وغتسمعوهم ديك الساعه.